المحاضرة اللي بعديها يعني، والجزء عندي الثالث. سؤال، أيوه ممكن حضرتك احنا هنعمل ريكورد تمام مع حضرتك ولا في مشكلة؟ لا لا ماشي ماشي. تمام، ميرسي جدا لزوق حضرتك. النهارده سيكشن منقسم لاربع اجزاء. اول جزء عن الداتا كولكشن، تذكره سريعه باهم الحاجات اللي فيه. والجزء الثاني عن التريب جنريشن. احنا كنا اتكلمنا عن جزء التريب جنريشن اول كولكشن خالص، وهنكمل النهارده في ثالث جزء. الدكتور كان عمل لكم كان فيها تقريبا اربع اسئله في وسط المحاضره بتاعت التريب جنريشن، او كان زي كلاس ورك كده في المحاضره يعني. فانا حابب انبه على حاجات، على بعض الحاجات بخصوص الاجابات بتاعتكم يعني. واخر جزء والرابع الاخير ده هيكون انتم في كلاس ورك ليكم، يعني هيكون مفتوح لحد الساعة 1:30 بالليل يعني، الناس تحل براحتهم. هو أصلا مش هيكمل 10 دقايق، ربع ساعة معاهم يعني، معاكم يعني. ف ده كده هيكون الجزء الرابع، وهيكون تطبيق على مسألتين من الحاجات اللي احنا هنقولهم النهاردة يعني. طيب خلينا نبدأ الأول بالليكتشر اللي هي رقم 3 اللي هي الداتا كولكشن. طبعا هو في جزء كبير نظري اتقال في المحاضرة مع الدكتور، انا مش هفضل اعيد كل الكلام ده طبعا. حابب بس ان انا انبه على حاجتين. اول حاجة اللي هم النوعين بتوع السيرفيز دول، اللي هو الريفيلد بريفرنس سيرفي والستيتد بريفرنس سيرفي. الفرق الجوهري ما بينهم ان الريفيلد بريفرنس سيرفي ده بيقيس اراء الناس عن حاجه موجوده بالفعل، عن وسائل مواصلات موجوده بالفعل. يعني مثلا مدينه زي القاهره فيها مثلا وسائل مواصلات زي الاتوبيس والميني باص والباص، وفيها المترو وفيها الميكروباص وفيها فيها التاكسي وفيها اوبر وفيها كل حاجه تمام. فلو انا بسأل الناس او بعمل اي سيرفي عن رأيهم في وسيلة مواصلات موجودة فعلا، فده اسمه كده ريفيلد بريفرنس سيرفي. الستيتد بريفرنس سيرفي لا مش كده. الستيتد بريفرنس سيرفي بيسأل الناس عن حاجة لسه مش موجودة في الوقت الحالي، مش معناه ان هي ما اخترعتش، لا معناها ان هي مش موجودة في المكان اللي انا بسأل الناس فيه. يعني مثلا لو انا رحت مدينة اسكندرية لسه مثلا لغاية دلوقتي ما فيهاش حاجة زي مترو الأنفاق مثلا تمام، فيها قطر بس أو كده، وأنا جيت سألت الناس عن لو في مترو أنفاق هيوصل ما بين منطقة فلانية لمنطقة فلانية، فهل وسيلة المواصلات دي موجودة عندهم حاليا؟ لأ. فده كده يعتبر stated preference survey تمام. فده الفرق الجوهري اللي ما بينهم. طيب ندخل بقى على الجزء بتاع المسائل. الداتا كولكشن دي هي احد الخطوات، الداتا كولكشن هي احد الخطوات بتاعه الترانسبورتيشن بلاننج اللي احنا حتى كنا اتكلمنا عنها لما خدنا اكزامبل في السكشن في الكليه، واتكلمنا كده كاكزامبل عن الباركينج بتاع الكليه، وقلنا ان في داتا كولكشن والكلام ده. يعني كانت من اول خطوه بعد تحديد المشكله هي الداتا كولكشن. فمن ضمن الحاجات المهمه بقى في الداتا كولكشن ان انا احدد السامبل بتاعتي بتتكون من كام واحد، يعني امتى انا ابقى ساتيسفايد بالسامبل اللي عندي. هل انا لو عملت داتا كولكشن مثلا للاكزامبل اللي انا كنا خدناه قبل كده اللي هو بتاع الباركينج، هل كفايه ان انا خلاص مثلا عرفت او عملت حصر مثلا ل 20 واحد جم الكليه يبقى انا كده خلاص اكتفيت، ولا 50 واحد ولا 1000 واحد ولا كام تمام. فانا عندي حاجه اسمها السامبل سايز. السامبل سايز دي بتعبر عن الفول بوبوليشن بدرجه دقه معينه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو جيت اعمل حصر لمتوسط الدخول بتاعت الناس او الدخل بتاع الناس في مصر مثلا، اكيد مش هقعد امشي ورا ال 90 مليون ولا ال 100 مليون واحد تمام. هاخد سامبل. سامبل بقى دي هو ده السؤال اللي انا بساله. السامبل دي عشان تبقى معبره عن الفول بوبوليشن اللي هو ال 100 مليون ده يبقوا كام واحد؟ هو ده السؤال اللي انا بسال عليه. هو ده السامبل سايز. هل 1000 واحد يكفوا، ولا 5000، ولا 10000، ولا 100000، ولا مليون، ولا كام بالظبط؟ فهو ده
السامبل اللي انا او السامبل سايز اللي انا اقصد بيه. طبعا اهم حاجه في السامبل سايز دي ان هي تكون راندوم، تمام؟ يعني تكون عينه عشوائيه، يعني ما اجيش مثلا عن على حي معين او منطقه معينه وابدا اعمل السامبل بتاعه واقول ان الناس كلها طلعوا اغنياء وانا اصلا مختار حي غني وبشوف ان الناس في متوسط الدخول بتاعهم كام. لا، انا لازم اخد عينه راندوم بشكل عشوائي بحيث ان جزء منها يطلع في ساكن هنا وجزء ساكن هنا، يعني حاجه عشوائيه يعني، تمام؟ طبعا في طرق تانية، يعني الراندوم ده هو ده المتبع دايما، بس انا ممكن تبقى العينه بتاعتي حاجه سيستماتيك عن طريق الترقيم بتاع الناس، او حاجه متقسمه على حسب مثلا الايدج او الجندر او كده، او كلاسترز. يعني انا على الرغم من ان العينه بتاعتي عشوائيه، بس انا لا هقسمها مثلا على حسب الريجنز بتاعتي، يعني دي كلها تقسيمات. انما اهم قاعده في اخذ العينه في السامبل بتاعتي هي ان هي تكون عينه راندوم عشان تكون معبره عن الفول بوبيوليشن. يبقى انا عندي فول بوبيوليشن اللي هو العدد الكلي بتاع الناس اللي انا اصلا مش هقدر اعمل سيرفي ليهم كلهم، وعندي السامبل سايز اللي هو العدد بتاع الناس اللي انا محتاج اخد السامبل بتاعه او اخد السيرفي او يكون الاجابات بتاعهم معبره عن الفول بوبيوليشن. طيب لو خدنا اكزامبل كده، ده اكزامبل بسيط، ان انا عملت بايلوت سيرفي. البايلوت سيرفي ده بيكون حاجه قبل السيرفي نفسه. يعني ايه؟ يعني انا هعمل دلوقتي سيرفي، والسيرفي ده انا مش عارف هو المفروض يشمل كام واحد، فانا بعمل قبليه حاجه اسمها بايلوت سيرفي. البايلوت سيرفي ده مثلا بيبقى عينه بسيطه جدا، 10 افراد 20 فرد بالكتير، يعني ما يزيدوش عن 30 فرد، تمام؟ فالبايلوت سيرفي ده الهدف منه ان انا بس اعرف يعني استيميشن مبدئي للنتائج اللي طالعه لي. بعد كده على اساس النتائج بتاعت البايلوت سيرفي ده ببدا احدد انا العينه بتاعتي اللي انا محتاجها فعلا كام واحد. فالاكزامبل اللي موجود عندنا ده هو هنا بيسال مجموعه من الطلبه عن مدى رضاهم عن المقررات الدراسيه، تمام؟ فهو سال 10 من الطلبه، في 10 طلاب هو سالهم. ففي يعني اول طالب ده لسه البايلوت سيرفي، يعني هي الدفعه كلها 600، وانا عايز اعرف كام من ال 600 دول اقدر اسالهم عشان احدد العدد الكافي من ال 600 دول اللي بيعبر عن اراء الدفعه في المقررات الدراسيه مثلا، تمام؟ فخدت عينه الاول من 10 طلاب. الطالب الاول قال انا راضي بنسبه 90%، الطالب الثاني قال انا راضي ب 80%، الطالب الثالث قال انا راضي بنسبه 60%، وهكذا، تمام؟ العشره كل واحد قال نسبه معينه بنسبه رضائه عن الكورس ساتسفاكشن، تمام؟ طيب اهم حاجه في البايلوت سيرفي ده عشان اقدر انا اكمل احدد حاجه للعينتين دول، للعينه اسف دي، حاجتين. اول حاجه المين اللي هو المتوسط، يعني انا لو خدت الارقام دي كلها وقسمتها على عددهم اللي هي العشره، طلع ان تقريبا متوسط رضا الستودنتس دول عن المقرر الدراسي ده بنسبه 76%. الستاندرد ديفيشن 0.14. طبعا المين انت عارف تحسبه ازاي. طب الستاندرد ديفيشن لو هو جيفن خير وبركه، لو هو مش جيفن بيتحسب ازاي؟ بيتحسب بالمعادله دي. اللي هي المعادلة دي المعادلة بتاعت الستاندرد ديفيشن، اللي انا باخد السيجما الاكس ماينس الميو، الميو اللي هو المين اللي هو لسه محسوب ده، اللي هو ده اللي هو 0.76 على الان اللي هو عددهم اللي هو هنا في الاكزامبل بتاعنا ده هو العشرة. لو انت جربت فعلا يعني على الاكزامبل ده قعدت هنا تحسب مثلا، يعني قعدت عملت خانة جديدة، الخانة الجديدة دي اسمها او القيمة بتاعتها اللي هي x minus new power 2، يعني هنا 0.9 minus 0.76 كل ده power 2، هنا 0.8 minus 0.76 كل ده power 2، وهكذا. فهي خانة جديدة اللي هي اسمها x minus new power 2 او square يعني، تمام؟ وخدت المجموع بتاعهم في الاخر، يعني الخانات دي خدت المجموع بتاعها في الاخر وقسمتها على عددهم اللي هو ال n اللي هو العشرة يعني، وكل ده تحت الروت هيطلع الستاندرد ديفيشن، او على الكالكوليتر
لو حد عايز يجرب على الكالكوليتور ممكن انت لو دخلت الارقام دي على الكالكوليتور هيحسب لك على طول المين والستاندرد ديفيشن ازاي. هو انا للاسف معلش يعني ما عرفتش، كان في برنامج هنا المفروض انزل الساينتفك كالكوليتور عليه بس يعني ما عرفتش يعني. فلو حد عايز يبص على الكالكوليتور سريعا، لو انت عايز تحسب المين والستاندرد ديفيشن بتاع شوية عينات زي كده، فانت لو حد ماسك الكالكوليتور معايا هيكتب او هيدوس على اللي هو المود اللي هو اللي فوق على اليمين جنب الزرار بتاع الاون، وهيختار رقم 3 اللي هي الستات او الاستاتستكس يعني، وهيختار اول واحدة اللي هي 1 فار او فاريبلز يعني، تمام 1 فار، وهيحط قيم الاكس بتاعته يعني هيدخل هنا 0.9 0.8 0.6 تحت بعض، تمام. وبعد كده بعد ما يخلص هيعمل هيدوس على الاي سي ويعمل شيفت واحد، شيفت واحد هيطلع له بعض الاختيارات اللي هي التايب والداتا والسام والفاريانس والديستريبيوشن وهكذا. فانت هنا اللي يهمك المين والستاندرد ديفيشن، فانت هتختار رقم 4 اللي هو الفار او الفاريانس يعني، تمام. هتلاقي ان في رقم 2 هي الاكس بار اللي انت لو اخترتها هتطلع لك المين اللي هو ده اللي هو 0.76، ورقم 3 اللي هي العلامه بتاعت السيجما اكس دي اللي هي الستاندرد ديفيشن، يعني هيطلع لك لو انت جربت ودخلت القيم دي هيطلع لك فعلا الستاندرد ديفيشن اللي هو ال 0.14. طبعا لو انت مش عايز تستخدم يعني الكالكوليتر ده فانت عندك المعادله، المين هو عددهم اسف مجموعهم على عددهم، والستاندرد ديفيشن بيتحسب من دي اللي هو سيجما الاكس ماينس الميو باور 2 على الان، كل ده تحت الروت، تمام. طيب نرجع بقى لموضوعنا. فانا عندي القيم اللي طلعت دي القيم اللي طلعت دي وعندي المين والستاندرد ديفيشن بتاعها. طيب محتاج اعرف ايه؟ محتاج اعرف العدد بتاع الستودنتس الكافي من ال 600 اللي يكون باشمهندس الصوت اتعمل له في الصور. باشمهندس لو سمحت حضرتك الصوت عند حضرتك اتعمل له ميوت مرة واحدة. ايوه كده تمام، الناس سامعاني كده؟ اه كده سامعين حضرتك. طيب تمام، انت اخر حاجة طيب اتسمعت ايه عشان بس مش عارف؟ اول ما حضرتك جيت تبدا تشرح حضرتك الصوت قطع بالظبط. اول لما ايه معلش؟ اول ما حضرتك بدات تشرح، اول ما حضرتك بدات تشرح الجزئيه دي، يعني اخر حاجه حضرتك قلتها لما جبت جوجل كروم وكنت قلت لنا الايكويشن بتاعت بعد كده حضرتك كنت هتبدا تشرح بقى اهو قطع على طول. طيب ماشي. انا كنت بتكلم انه في ممكن بالكالكوليتور ان انت تقدر تحسب المين سمعنا موضوع الكالكوليتر ده كله بعد الكالكوليتر بقى على طول. طيب تمام. ماشي. فانا دلوقتي الهدف بتاعي ان انا محتاج اعرف العدد بتاع الطلبه اللي انا المفروض العينه بتاعه الطلبه من ال 600 التوتال دول اللي اقدر من خلالهم احدد يعني كام واحد يقدر يديني ثقه في النتائج عن اراء الطلبه في الكورس ده بنسبه 90%. الكونفيدنس ليفل ده دي حاجه احصائيه بتعبر عن درجه الثقه في النتائج. طبعا كل ما درجه الثقه في النتائج المطلوبه بتزيد اكيد العدد السامبل اللي انا محتاجه بيزيد. طبعا مفيش حاجه اسمها ثقه في النتائج 100%، والا لو انا قلت درجه الثقه في النتائج 100% معناه ان انا اسال ال 600 واحد كلهم، يعني اخد الفول بوبيوليشن كلهم واسالهم، تمام. طبعا انا ده يعني ممكن ما يكونش متاح بالنسبه لي، يعني انا عايز اخد عينه بتعبر لي خلاص عن درجه ثقه معينه مثلا 90% 95% ساعات 99% لو انا محتاج دقه عاليه، بس كلمه 100% يبقى انا ساعتها خلاص الغي الكلام ده كله واقول خلاص انا اسال الفول بوبيوليشن كله اللي هو 600 طالب مثلا عندي في الدفعه كلهم، تمام. طيب درجة الثقة في النتائج دي اللي هي 90% دي بتفرق معايا في ايه؟ بتفرق معايا في الـ T distribution اللي هو الجدول ده. لو انا عندي درجة الثقة اللي موجودة مثلا او مش موجودة اسف المطلوبة اللي هي 90%، ساعتها انا عندي حاجة اسمها الالفا،
الالفا دي اللي هي السيجنيفيكانس ليفل بتساوي 1 ماينس الكونفيدنس ليفل. يعني انا لو الكونفيدنس ليفل اللي المطلوب عندي 90% تبقى الالفا دي بتساوي 0.1 تمام، اللي هي 1 ناقص 0.9 او 1 او 100% ناقص 90% هتبقى 0.1. ساعتها لما اجي استخدم التي دي اللي هي اصلا بتدخل معايا في القانون هنا، هستخدم انهي تي؟ هستخدم التي اللي عند قيمه الفا على 2. يعني انا الالفا هنا طلعت معايا 0.1، يبقى انا هدخل بالتي اللي هي عند ال 0.05 اللي هي نص الالفا اللي انا حسبتها تمام، وهدخل على القيمه بتاعتي. طيب القيمه بتاعتي دي هتبقى انهي واحده فيهم؟ على حسب العينه بتاعت البايلوت سيرفي اللي انا واخدها. هنا البايلوت سيرفي ده اتعمل ل 10 افراد، والديجري اوف فريدم اللي هي الخانه دي هي بتساوي الان اللي هو عدد السامبل اللي في البايلوت سيرفي دي ماينس 1. 10 ماينس 1 يعني 9، يبقى انا هستخدم عند حاجه كده، انا واقف عند الرقم 9 وانا عند ليفل اوف كونفيدنس بتاعت 90% يبقى الالفا بتساوي 0.1، يبقى الالفا على 2 ب 0.05، يبقى هنزل لغايه هنا، يبقى دي التي بتاعتي، وهي دي اللي انا هبدا اشتغل بيها في باقي القوانين تمام. في حاجه اخيره اللي هي القيمه بتاعت الايرور في النتائج اللي هي ميو ماينس الاكس بار. ايه الفرق ما بينهم؟ الميو هي اللي هي لسه محسوبه هنا اللي هي ال 0.76 دي. الاكس بار دي هي المتوسط بتاع النتائج النظري اللي هو يعني انا حاسبه من الاستاتستكس، فهي دي نسبه الايرور او الفرق ما بين الافرج الحقيقي اللي هو ال 0.76 من العشرة دول، والاكس بار هي المتوسط بتاع الارقام او بتاعه السامبل اللي عندي بس بشكل نظري اللي هو سوري معلش انا اسف، العكس الاكس بار هي الحقيقيه اللي هي المين اللي هي ال 0.76 اللي هو اتحسب ده تمام. الميو اللي هي محسوبه بقى بالقانون ده اللي هي الاكس بار بلس اور ماينس الاس اللي هي الستاندرد ديفيشن اللي هي دي على روت الان اللي هي روت عدد الطلبه دول اللي هم العشرة تمام، في التي اللي انا جايبها من الجدول ده تمام. وساعتها انا كده بلس اور ماينس، يعني انا عارف ان النتائج بتاعتي الرينج بتاعها من 0.66 ل 0.86. طيب هنا بقى المهم تاني اللي هو السامبل سايز. انا اعرف السامبل سايز منين؟ السامبل سايز لو انت شفت القانون ده اللي هو اللي فوق ده، لو انا اعتبرت ان ال n دي هي اللي مجهوله وجبتها في ناحيه، هتلاقي القانون بقى عندك اللي هو ده تمام، اللي هو n بتساوي الستاندرد ديفيشن في t اللي انا جايبها من الجدول، يعني t الفا على 2 دي هي دي قيمه على بعض يعني اللي هي جايه من من التيبل، على الميو. الميو دي اللي هي مين؟ اللي هي اصلا المفروض انا اجيبها من هنا تمام، ماينس الاكس بار. الاكس بار اللي هو المين ده. طب انت هتقول لي ازاي انا عارف هنا الميو تمام وانا اصلا بدور على الان؟ يعني انا عندي كده مجهولين الان والميو. لا، ما هو انا ساعتها لما انا بكون بدور على السامبل سايز ما بيهمنيش قيمه الميو قوي ولا بيهمني قيمه الاكس بار قوي، امال بيهمني مين؟ بيهمني الايرور اللي هو الفرق اللي ما بينهم. يعني انا عايز اوصل لدقه نتائج كونفيدنس ليفل بتاعي عند نسبه معينه، وفي نفس الوقت الايرور ده اللي هو الميو ماينس الاكس بار ما يزيدش عن قيمه معينه. فانا يبقى عندي القانون اتحول، الميو ماينس الاكس بار دي لو شلتها هتبقى هو ده الدي او اللي هو الايرور يعني المطلوب. يبقى انا الستاندرد ديفيشن بتاع النتائج في التي اللي هي معتمده على حجم العينه على الدي اللي هو الايرور باور 2 هيطلع لي حجم العينه المطلوب. طيب لو انا شفت مساله زي دي، هتلاقي ان هو ادي الاكس بار وادي الستاندرد ديفيشن اللي هم اصلا طالعين من البايلوت سيرفي هم اللي هي الرقمين دول تمام، وعايز اعرف حجم العينه المطلوبه لو انا عايز الايرور ما يزيدش عن 5% اللي هي 0.05 والكونفيدنس ليفل 90% تمام. ساعتها انا هبدا اعمل اسامبشن. ليه بقى؟ انا دلوقتي الان عندي مجهوله، وانت لو جيت بصيت على التيبل ده هتلاقي ان اصلا قيمه التي معتمد على الان. طب هي الان بكام؟ فانت بتبدا تعمل اسامبشن. طيب هقول مثلا انا هفترض ان الان اللي عندي ب 20، وهدخل في التيبل اشوف التي المقابله. انا عندي طبعا خلاص بما ان الكونفيدنس ليفل 90% يبقى انا بتكلم في الخانه دي اللي هي بتاعت الالفا على 2 0.05 اللي هي الخانه دي تمام، اللي هو الكونفيدنس ليفل 90%. طيب انا بقى الان عندي بكام؟ ما انا مش عارف، يعني الان اللي هي المطلوبه لسه انا مش عارف هي كام. فانا مثلا هفرض اي رقم وليكن مثلا 20 وابدا اشوف التي
في التيبل هتطلع لي كام؟ هلاقي ان الديجري اوف فريدم لل 20 هي 19، لان انا بعمل الديجري اوف فريدم هي ال ان ماينس 1. فعند ال 19 وعند الالفا على 2 0.05 هلاقي ان قيمه التي ب 2.09. هبدا اعوض في القانون ده، انا معايا الستاندرد ديفيشن اهي، التي طلعتها اللي هي 2.09 وهقسم على الايرور اللي هو 0.05 باور 2 هيطلع رقم. الرقم ده طلع اكبر كتير جدا من ال 20، يعني ال 20 اللي انا فرضها اصلا في الاول اللي انا جبتها منها التي، تمام؟ فابدا افرض ان ثانيه، يعني هفرض ان بشكل اخر، افرضها مثلا 25، طب اكتر من 30، ايا كان، لحد ما يطلع الرقم بتاعي قريب جدا من الفرضيه بتاعتي، بس طبعا ما يقلش عنه، يعني بقى ازيد منه بواحد، ازيد منه باثنين، ازيد منه بثلاثه، بس ما يكونش فرق كبير بالشكل ده، تمام؟ وكده انا يبقى انا كده ممكن اقول خلاص ان انا عندي 32 طالب ممكن يعبروا بالنتائج عن النتائج بدقه او بدرجه ثقه 90% عن الكورس ساتسفاكشن اللي عندي، تمام؟ فدي كده النقطه الاولانيه بالنسبه للتحديد السامبل سايز. طبعا الموضوع فيه يعني ممكن تفاصيل اكتر، بس يعني هو دي كده حاجه مبدئيه تبقى عارفها في الداتا كولكشن. يعني في اي حد عنده مشاكل في تحديد السامبل سايز او في مشكله يعني او في الفهم بتاع الموضوع، ان انا عايز اوصل لايه وبجيبه من ايه وبيعتمد على ايه؟ طبعا انت لو تلاحظ كل ما درجه الثقه تزيد، يعني انا مثلا قلت لك نسبه الكونفيدنس ليفل دي مثلا 95%، هتلاقي انه الالفا بتقل، ولما الالفا بتقل هتلاقي ان قيم التي بتزيد، ولما قيم التي بتزيد هتلاقي ان قيمه التي لما بتزيد الان كمان بالتبعيه هتزيد، يعني عدد الناس او السامبل اللي انا محتاجها هيكبر، تمام؟ والعكس صحيح، الايرور بالعكس، كل ما انا عايز الايرور يقل الان دي هتكبر هتعلى. طيب في اي حد عنده مشاكل في الجزئيه دي؟ طيب المفروض هيكون في كلاس ورك على مساله شبيهه بدي جدا، يعني اللي هو هيبقى مدي لك برضه سامبل من الستودنتس، عشان بس يعني نتاكد ان الناس بتعرف تعوض صح في القوانين دي. هتلاقي التيبل ده برضه جيفن في او يعني انت الحاجه كده كده معاك، يعني انتوا براحتك، يعني حل براحتك. في الاخر برضو انت بتفرض فرضيات بتاعت الان وتشوف انت محتاج كام كام ستودنت او يعني السامبل سايز اللي انت محتاجها. في اي مشاكل في الكلام ده قبل ما ننقل على التريب جنريشن؟ لا تمام يا باشمهندس. طيب بالنسبه للتريب جنريشن، احنا كنا في اول سيكشن خالص اتكلمنا عن الطريقه اللي هي دي اللي هي الريجريشن موديل، تمام؟ الريجريشن موديل اللي هو انا بيبقى عندي معادله، تمام؟ واي بتساوي اي اكس بلس بي، لو هي مثلا معادله من الدرجه الاولى او هي كانها معادله خط مستقيم، ممكن يبقى عندي اي في اكس باور ان اللي هي كانها معادله بولينوميال وهكذا. فدي الريجريشن موديل. طيب في طرق تانية للتريب جنريشن، يعني في طرق تانية ان انا اقدر اعمل استيميشن الزون دي هيطلع منها كام تريب بير داي، تمام؟ حد كده يقدر يقول لي الريجريشن موديل ايه اكبر عيوبها؟ من الشرح اللي احنا كنا شرحناه قبل كده لما احنا خدنا مسألة اللي هي شبيهة لدي، اللي هي مسألة زي كده اللي احنا كنا خدنا المسألة اللي هو عندي مثلا خمسة زونز، والخمسة زونز دي اتعمل لهم داتا كولكشن، شفنا البوبوليشن في كل زون كام، فهي دي كانت الاكس بتاعتي والواي بتاعتي هي التريب جنريشن، وطلعت المعادلة عملت استيميت كده للاي بكام والبي بكام فطلعت معادلة، وبعد ما طلعت المعادلة بدات اعمل احسب لها الايرور اللي هي الار سكوير والبرسنتج اوف ستاندرد ايرور والكلام ده كله. ايه عيوب الطريقه دي؟ يعني ايه عيوب ان انا اطلع معادله اللي هي الواي بتساوي ايه بتساوي واي بتساوي ايه بلس بي اكس او واي يعني اللي هي المعادله ما بين ريليشن ما بين الواي والاكس، يعني ايه عيوب الطريقه دي في التطبيق العملي بتاعها؟ يعني
اي حد يقول اي افكار. اه معلش يا باشمهندس، حضرتك صوتك كان بيقطع، حضرتك كنت بتقول ايه؟ ما سمعتش، انا سمعت التطبيق العملي بس، ما بين ايه؟ كنت بتكلم على التطبيق العملي للطريقه بتاعه الريجريشن. يعني انا عندي في الطريقه بتاعه في التريب جنريشن عندي كذا طريقه ممكن استخدمها. احنا كنا شرحنا منهم في اول سيكشن الطريقه بتاعه الريجريشن موديل اللي احنا خدنا عليها المساله دي، اللي هي المساله دي. لكن عندي 5 زونز، الزونز دي معايا الواي بتاعهم اللي هو عدد التريبس الناتج عنها، ومعايا البوبيوليشن بتاع كل زون. قدرت من المعادله دي استنتج قيمه الاي والبي، واطلع المعادله دي بتساوي كام، عشان بعد كده لو حبيت في المستقبل استنتج لاي زون تانية ليها بوبيوليشن مختلف، فاقدر استنتج هينتج عنها كام رحله. ايه عيوب الطريقه دي كتطبيق عملي في التريب جنريشن اللي هي الريجريشن موديل؟ يعني ايه عيوب الطريقه دي او ايه مميزاتها؟ ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ هو حضرتك تقريبا كنت قلت في السكشن مرة ان هي ممكن تمشي عادي، يعني المعادلة دي بنعملها حتى لو حاجات فيها سكوير او كده، فممكن تخليني لو انا معايا حاجات unknown اجيبها. ماشي. هو انا الهدف من المعادله فعلا ان انا لما يكون معايا بعد كده قيمه اكس مش موجوده من هنا، اقدر استنتج قيمه الواي المقابله ليها. يعني لو عندي زون جديده بوبوليشن جديد، اقدر منها استنتج او اتوقع كام تريب بير داي هينتج من الزون دي. ماشي. يعني ده الهدف منها. انا بتكلم كتطبيق عملي، ايه مميزات وعيوب الطريقه دي كتطبيق عملي؟ يعني فكر فيها كده. يعني انا مثلا تخيل ان انا قلت لك دلوقتي يلا عندك تاسك تستنتج من الحي اللي انت ساكن فيه كام رحله بتطلع من اليوم من غير ما تنزل تسال الناس. يعني تستنتج كده الحي اللي انت ساكن فيه في بينتج عنه كام تريب بير داي، وما اديتكش غير معلومه واحده بس، قلت لك الحي اللي انت ساكن فيه بيسكن فيه مثلا 5000 نسمه بس كده. فانت مطالب ان انت تستنتج المعادله دي وبعد كده تستنتج الواي بتاعتها من الاكس اللي انا اديتها لك اللي هي ال 5000. تمام. ايه عيوب ده كتطبيق عملي يعني، او بلاش انت، يعني حتى لو احنا بنخطط مدينه جديده او كده، ايه عيوب الطريقه دي؟ ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ او ايه العيوب الصعوبه مهندس؟ العيوب ان هي الدقه بتاعتها ما تكونش هتكون دقه كافيه، عشان انا ما عنديش معلومات كافيه يعني منها. الدقه ماشي. يعني انت قصدك ان انا ممكن اكون في اكس من الاكسات اهملتها وهي ما كانت مهمه او مؤثره مثلا. ماشي تمام مظبوط. ايه تاني؟ باشمهندس ممكن تبقى مفيدة لو طبقتها على زون ليها ظروف مشابهة، ومش مفيدة لو تمام. طبقتها على زون مختلفة خالص. تمام مظبوط صح. لو أنا بتكلم يعني أنا لازم أراعي في تطبيق المعادلة دي إن أنا لما أجي أطبقها على زون تانية لازم تكون أتأكد إن الزون اللي أنا بطبق الجديد الزون الجديد اللي أنا بطبق عليها تكون خصائصها مشابهة للزونز اللي انا اصلا جايب منها الداتا. تمام. ايه تاني؟ يعني في حاجة اصعب من كده كمان. يعني كل دي انتوا بتقولوا على حاجات المفروض اراعيها، بس انا بتكلم ايه الصعوبة برضو في الحاجات دي؟ يعني ايه الصعوبة في القصة دي؟ يعني هل من السهل ان انا احصل على التيبل ده؟ يعني انا مدي لك التيبل ده في السؤال كده جيفن، بس على ارض الواقع التيبل ده عشان حد يطلعه اصلا هل سهل؟ يا باشمهندس هو ما كانش هيكون سهل، عشان كده انا احتاج ان انا هعمل يعني انزل ناس كتير عشان يعملوا بوبيولوشن على اماكن كتيره، فاحتاج وقت كبير وعمال كتير، فطبعا مش هيكون سهل. تمام مظبوط كده. يبقى الداتا كولكشن بتاعه الطريقه دي صعبه. تمام. الداتا كولكشن بتاع الموضوع ده صعب وبياخد وقت. يعني حتى لو احنا قلنا خلاص وفرنا الناس اللي هتشتغل وتبدا تعمل فعلا حصر لكل منطقه هو ساكن فيها كم واحد، والاصعب يعني الاصعب الصعب مش البوبيوليشن، لان البوبيوليشن فيه داتا ليه. يعني انا عارف في كل منطقه ساكن كم واحد تقريبا، حتى لو بلس اور ماينس 100 واحد ايرور مش هتفرق معايا. انما الاصعب هي التريب جنريشن، ان انا اعمل يعني اعمل فعلا داتا كولكشن، اقعد اشوف بقى كل منطقه فعلا بينتج عنها كام تريب بير داي. تمام.
فالداتا كولكشن ده عمليه صعبه، ولو انا جبت لها الامكانيات هتاخد وقت، يعني لازم اقعد مثلا اخد التريب بير داي دي اكيد مش جايه ليوم واحد، يعني اكيد ده اتعمل على مدار مثلا سنه ولا حاجه، وبعد كده جبت الافريج بتاعها في الداي كام، وممكن كمان يبقى عندي افريج للداي بتاع يوم العمل وافريج للداي كمان بتاع الويك داي الويك اند وهكذا. فالموضوع صعب ومكلف وبياخد وقت، تمام؟ بس لو اتعمل صح، يعني لو اتعمل بشكل مظبوط المفروض يطلع لي الايكويشن دي دقيقه، تمام؟ وطبعا انا عشان كده بعمل تشيك على الايكويشن بتاعتي اللي هي بالار سكوير والبرسنتج اوف ايرور والكلام ده كله، تمام؟ فانا مشكلتي في الطريقه دي اللي هي بتاعت الريجريشن موديل ان هي طريقه بتاخد وقت وصعبه في التطبيق العملي بتاعها، تمام؟ طيب فعشان كده في طرق تانية زي مثلا طريقه الجروث فاكتور وطريقه التريب ريت ميثود وهكذا. وده كان سؤال من الاسئله اللي اتسالت لكم في المحاضره اللي هي اللي هو السؤال ده اللي هو why this method used why this method is used despite its lower accuracy، يعني التريب ريت دي هي طريقه منخفضه الدقه عن الريجريشن، تمام؟ بس هي يعني محبذه عند الناس انها تستخدم. ليه؟ لان الطريقه دي لو انت بصيت عليها انت ولا بتعمل اي معادله ولا بتاع، انت بتفتح الكود او بتفتح المواصفات بتاعتك وتشوف والله انا بدرس مثلا منطقه فيها مدرسه او منطقه هنا مثلا على سبيل المثال السكرين شوت دي متاخده المنطقه دي ايه جروس ليزبل اريا، يعني دي الاريا دي المنطقه مثلا اللي هي ليزبل اللي هي يعني منطقه متاجره، يعني تمام منطقه متاجره لكل 1000 فوت سكوير لكل قدم مربع. فانت ببساطه يعني خلاص ولا هتحسب ايكويشن ولا بتاع، هتشوف مثلا لو انت عندك منطقه، طبعا هو في جداول زي دي يعني المانيوال ده مانيوال امريكي اللي هو متاخد منه السكرين شوت ده معمول له كاليبريشن لمناطق في امريكا، قايل لك ان ده اتعمل كافريج ل 412 منطقه، تمام؟ 412 منطقه دول الافريج بتاعهم وجدوا انه لكل 1000 قدم مربع في مساحه بينتج عنها 3.7 تقريبا تريب. فانت طبعا في بقى جدول لده للويك داي زي ده، وفي جدول تاني للويك اند، وفي جدول ثالث للمدارس، وجدول رابع للمناطق السكنيه، والمناطق السكنيه متقسمه يعني في زي الجدول ده بتاع 1000 جدول تانيين لكل منطقه، تمام؟ او لكل نشاط معين يعني. فانت الطريقه دي على الرغم ان ممكن يكون الرقم اللي عندك ده او الريت اللي عندك ده ما هواش دقيق قوي، بس الطريقه دي ناس كتيره بتستخدمها عن الريجريشن موديل. ليه؟ لان هي مش محتاجه داتا كولكشن، يعني او خلاص انت بتعتمد على الناس اللي عملوا داتا كولكشن في المانيوال ده وبتريح دماغك، تقوم واخد الرقم ده ضربه في الاريا بتاعتك طلعت عدد الرحلات المتوقع شكرا، من غير بقى ما تقعد تستنتج معادله ومن غير ما تقعد تعمل الكلام ده كله، تمام؟ فده كان سؤال ان هو الطريقه دي على الرغم ان الاكيورسي بتاعتها ممكن ما تكونش عاليه قوي، بس هي يعني مستخدمه بكثره او محبذه عند ناس كتيره لان هي مش محتاجه وقت، مش محتاجه ان انا استنى واقعد اعمل داتا كولكشن والكلام ده كله، انا خلاص اعتمدت على الداتا كولكشن اللي اتعملت في المانيوال ده او في الكود ده، طبعا كل على حسب بلده يعني، تمام؟ طيب يعني مثلا السكرين شوت دي متاخده اللي هي من الانستيتيوت اوف ترانسبورت انجينيرز اللي هو ده يعتبر مانيوال امريكي مستخدم في امريكا، تمام؟ في مصر واحد يعني لسه تحت الاعداد يعني، بس طبعا في بلاد تانية كتيره طبعا عندهم مانوالز بالارقام دي، والارقام دي كمان بيعملوا لها ابديت مثلا كل عدد من السنين، لان ساعات يعني الارقام الافرج دي ممكن خلال الخمس سنين ولا ايا كان الوقت اللي اتعمل فيه الداتا كولكشن وطلع الرقم ده الوضع بعد كده اختلف شويه، تمام؟ طيب نرجع لموضوعنا، فهو دي كده طريقه تانية اللي هي اسمها تريب ريت ميثود اللي بتعتمد على المانوالز او الاكواد بتاعه البلاد على حسب انت في انهي بلد، وبتشوف بتدخل تشوف الريت بتاعك تضربه في الاريا اللي عندك او عدد السكان اللي عندك او ايا كان ايه هو الفاريبل اللي انت بتستخدمه، تمام؟ يعني دي مثلا لو انت بتتكلم على مول شوبينج سنتر وبيعتمد الشوبينج سنتر على المساحه المستاجره، يعني مساحه المحلات التجاريه بال1000 سكوير فيت، يعني انا لو عندي 2000 سكوير فيت فانا يبقى عندي 3.7 دي هتضرب في 2 على اساس ان 3.7 دي لل1000، فانا لو عندي 2000 سكوير فيت هتبقى 3.7 في 2 هتطلع تقريبا
7 رحلات تقريبا او 8 رحلات في اليوم وهكذا على حسب المساحه اللي عندك يعني. دي مثلا شوبينج سنتر وبيطلع لك الرقم على حسب بقى انت بتدرس الموضوع ويك داي ولا ويك اند ولا ايه، تمام؟ يعني ده مانيوال كبير في صفحه لكل النشاطات، مدارس بقى، مصانع، مناطق ترفيهيه، ايا كان. طيب في طبعا طريقه ثالثه برضو اللي هي الجروث فاكتور. والجروث فاكتور ده اللي هي الطريقه دي، تمام؟ طبعا برضو الدقه بتاعتها قليله عن الريجريشن، بس هي برضو طريقه سريعه، يعني طريقه اسرع من طريقه الريجريشن، بتطلع دقه اقل، بس الريجريشن موديل ادق بس بياخد وقت اكتر برضو، فدي ممكن تكون طريقه اسهل اللي هي الجروث فاكتور. طيب اخر طريقه اللي احنا هنتكلم عنها اللي هي حاجه اسمها الكروس كلاسيفيكيشن، اللي هي دي، ودي اللي هيكون عندك عليها مساله برضو في الكلاس ورك، تمام؟ خلينا نشوفها. هي برضو طريقه الكروس كلاسيفيكيشن اقل دقه من طريقه الريجريشن موديل، ولكن الكروس كلاسيفيكيشن تعتبر ادق شويه من الطريقه، من الطريقه بتاعه التريب ريت والطريقه بتاعه الجروث فاكتور، او هي قريبه جدا من التريب ريت. ليه بقى؟ لان من اسمها كلاسيفيكيشن يعني هو بيقسم الناس لكاتيجوريز. يعني ايه؟ يعني التريب ريت ممكن يقول لك والله خلاص انت مثلا بتشوف عدد الاسر، فعلى اساس عدد الاسر مثلا او عدد البوبوليشن اللي في منطقه معينه خلاص هتضربه مثلا في 1.7 تقوم طلعت عدد الرحلات. الكروس كلاسيفيكيشن لا، هو بيقسم الناس دول لكاتيجوريز، وعلى حسب الكاتيجوريز بتاعتك او اللي موجود عندك بتطلع عدد الرحلات. يعني مثلا زي الاكزامبل ده كده، زي الاكزامبل ده او المساله دي، تمام؟ المساله دي انا عندي 3 زون، تمام؟ الثري زونز دول متقسمين على حسب الدنسيتي بتاعتهم. يعني عندي الزون الاولانيه عاليه الكثافه، الزون الثانيه كثافتها متوسطه، والزون الثالثه برضو الكثافه بتاعتها متوسطه، تمام؟ وبعد كده بيقول لي ان الزون الاولانيه مقسمين الناس اللي فيها، يعني مش مدي لك التوتال بوبوليشن بتاعها على بعضه وخلاص، لا، هو مقسم لك البوبوليشن على حسب الكلاسيفيكيشن او الخصائص بتاعته، يعني كلاسيفايد، يعني مش مديك العدد التوتال زي في المساله دي كده، مش مدي لك العدد البوبوليشن كتوتال بالشكل ده. في حد بيسال على حاجه؟ طيب مش مدي لك التوتال بوبوليشن رقم على بعضه، لا، هو عامل لك كلاسيفاي لكل زون الناس اللي ساكنين فيها، اللي ساكنين في الزون دي الخصائص بتاعتهم ايه. فبيقول لك ان هنا في 50 اسره عندهم عربيه واحده، وفي نفس الوقت اسف ما عندهمش ولا عربيه، والاسره دي مكونه من فرد واحد، يعني بيت او شقه ساكن فيها واحد لوحده. وعندي 250 اسره فيها فرد واحد بس عندهم عربيه واحده، وعندي 300 اسره عندهم عربيتين وفي نفس الوقت بتتكون من فرد واحد، وعندي 100 اسره مكونه من فردين او ثلاث افراد وما عندهمش ولا عربيه، و500 اسره مكونه من فردين او ثلاثه بس عندهم عربيه واحده، وهكذا. فالبوبوليشن متقسم على حسب عدد الافراد اللي فيه، وكمان الكار اونر شيب ممكن كمان يبقى متقسم اكتر، يعني ممكن كمان يبقى متقسم على حسب مستوى الدخل، وممكن يبقى متقسم على يعني على حسب بقى الكلاسيفيكيشن اللي عندك، ممكن يكون متقسم على حسب الايدج، يعني سنهم مثلا من كام لكام على حسب يعني، تمام؟ فكل زون مدي لك عدد الاسر اللي فيها، وكل عدد من الاسر الخصائص بتاعتها، عندهم كام عربيه، والاسره دي مكونه من كام فرد، تمام؟ طيب وبعد كده مدي لك الجدول ده، تمام؟ على حسب يعني الجدول ده اللي هو كانه التريب ريت بتاع كل نوع من انواع الاسر. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان مثلا الاسره المكونه من خلينا مثلا في حاجه زي كده، لو احنا في منطقه متوسطه الكثافه وعندنا مثلا اسره مكونه من فردين او ثلاثه وعندهم عربيه واحده، يبقى هينتج عنهم تقريبا ثلاث رحلات ونص، تمام؟ فانت الرقم ده هتضربه في عدد الاسر اللي عندك، طلعت عدد الرحلات اللي ناتج من عدد الاسر ده، وهكذا. يعني مثلا خلينا نقول مثلا
بمثال يعني احنا مثلا لو عايزين نحسب اسفارش عايزين نحسب عدد الرحلات المتولدة عايزين نحسب عدد الرحلات المتولدة من الزون رقم واحد تمام؟ فأنا عندي الخمسين أسرة دول هيتضربوا في كام؟ يعني أنا عايز أطلع دلوقتي عدد رحلات يعني ده population بس متقسم على حسب الخصائص بتاعته تمام؟ وعايز أطلع عدد الرحلات الناتج من زون رقم واحد trip generation per day from zone number one تمام؟ يبقى أنا عندي الخمسين دي هتضرب في أي فاكتور في التابل ده؟ اي حد يجاوب يا جماعه قال السؤال الثاني بس بعد اذنك يا باشمهندس عشان ما راجع ما خدتش بالي بس الزون رقم واحد تمام عايز اعرف عدد الرحلات الناتج عنها وانا معايا الخصائص بتاعتها معايا 50 اسره اللي هي الخاصيه اللي هي بتاعت فرد واحد وما عندهمش ولا عربيه عندي 100 اسره فيها فردين او ثلاثه ما عندهمش ولا عربيه يعني مثلا 400 اسره مكونه من اربع افراد تمام وعندهم عربيتين وهكذا تمام فانا عايز اعرف او استيميت التريب جنريشن فروم زون رقم واحد ومعايا التيبل بتاع الفاكتورز ده او الريتس دي فاحسبه ازاي يعني اضرب ال 50 ده في كام وال 250 في كام وال 300 في كام وهكذا ال 50 في 0.57 تمام ممكن تفهمنا انت اخترت ال 0.57 دي على اساس ايه طيب ماشي هو عدد الأشخاص واحد فأنا دخلت في الخانة اللي هي بتاعت الأشخاص واحد تمام؟ تمام بس في حاجة صغيرة قبليها يعني هو ما عندوش ولا عربية لا في حاجة برضو قبليها اللي هو احنا هاي دينستي احنا في منطقة هنا هاي دينستي فأنا دخلت في التابل بتاع الهاي دينستي تمام؟ تمام يبقى أنا حلو يبقى أنا الخمسين معايا 0.57 زائد الميتين وخمسين أسرة هينتج عنهم كام رحلة؟ فين الريت بتاعها؟ نفس القصة برضو هاي دينستي واحد وواحد هتبقى 1.45 تمام زائد التلتمية في اللي هم اثنين يبقى اثنين او اكثر ايوه مش مهندس معلش انا مش فاهم ايه اللي بيحصل معلش ممكن بس انا تهت منكم طيب تاني دلوقتي طريقة من الاول خالص طريقة الكروس كلاسيفيكيشن هي طريقة بتحاول تخلي الطريقه بتاعه التريب ريت ادق شويه بمعنى معلش نرجع كده لهنا تاني الطريقه بتاعه التريب ريت ما فيهاش غير فاكتور تمام الفاكتور ده في الرقم اللي طالع اللي هو الفاكتور ده انت بتضربه في على حسب الخصائص بتاعه المنطقه يعني مثلا انا في منطقه سكنيه تمام فانا هدور على الصفحه اللي فيها مثلا منطقه سكنيه وهضرب الفاكتور ده في عدد السكان او عدد الاسر او على حسب الفاكتور ده بيعتمد على ايه تمام فاقوم مطلع ايه عدد الرحلات دي كده التريب ريت الكروس كلاسيفيكيشن بحاول اخلي طريقه التريب ريت دي اكثر دقه شويه ازاي ما اقولش هم عدد اسر او عدد سكان كده وخلاص لا انا بقسم الناس كاتيجوريز يعني بعمل لهم كلاسيفيكيشن تمام كلاسيفيكيشن ازاي يعني بدل ما اقول زون واحد دي فيها كام اسره على بعض لا انا بعمل لهم كلاسيفاي والله زون واحد دي فيها مثلا 50 أسرة الخمسين أسرة دول فيهم فرد واحد يعني كل أسرة من الخمسين فيها فرد واحد وما عندهمش ولا عربية الميتين وخمسين أسرة دول فيها فرد واحد وعندهم عربية واحدة طب هنا مثلا برضو 400 أسرة فيها أربع أفراد وال 400 أسرة دول عندهم عربيتين وهكذا فأنا كأني بعمل كلاسيفيكيشن للناس اللي عندي تمام طيب بعد كده بضرب كل واحد فيهم يعني بضرب كل رقم فيهم في الفاكتور بتاعه تمام فانا هجيب مثلا الفاكتور بتاع مثلا خلينا في الرقم ده اللي هو 500 مثلا ال 500 اسره دول انا عايز اعرف ال 500 اسره دول هينتج عنهم كام رحله فانا مش هدخل على الافرج بتاع اللي هو الاسر وخلاص لا انا لازم ادخل على الفاكتور اللي بيعبر عن الاسر دي ايه بقى الاسر دي اللي هم اسر فيها فردين او ثلاث افراد وعندهم مثلا عربيه واحده تمام فساعتها انا هدخل اشوف في الكود بتاعي او في المانوال بتاعي الفاكتور المكافئ للخواص دي اللي هي اسره مكونه من فردين او ثلاثه وعندهم كار اونر شيب عربيه واحده يعني اسره تمتلك سياره خاصه واحده تمام فبدور على الفاكتور بتاعها فهو ده اللي احنا بنعمله
بدل ما انا اضرب التوتال بوبيوليشن ده في فاكتور واحد كافرج وخلاص، لا انا مقسمهم كاتيجوريز، فبشوف الفاكتور بتاع ال 50 ده هو كام. فالارقام دي المفروض طالعه، يعني هي طالعه هنا في الاساينمنت عندك جاهزه، بس هي متجابه منين؟ متجابه من جداول زي دي، من زي الجداول دي اللي هي بتاعت الاكواد، يعني راح يشوف الخواص بتاعت كل اسره وطلع الفاكتور بتاعها وحطها لك في جدول. تمام. طيب دلوقتي ال 50 دي عشان اعرف الريت بتاعها لازم اشوف الجدول اللي هو بيعبر لي عن الخواص بتاعتها دي. ال 50 دول ايه الخواص بتاعتهم؟ ال 50 دول عباره عن ساكنين في منطقه عاليه الكثافه اللي هي هاي دينستي. ال 50 اسره دول مكونه من فرد واحد وعندهم ولا عربيه، ما عندهمش ولا عربيه. ساعتها انا هدور على الفاكتور بتاعي في الجدول ده، الفاكتور بتاعي اللي هو فين؟ والله انا في منطقه عاليه الكثافه، يبقى انا في الجدول الاولاني ده اللي هو ده. طيب الاسره دي مكونه من كام فرد؟ واحد. يبقى انا هشوف عدد البيرسونز اللي هو واحد اهو، يبقى انا في الخانه دي. طيب عدد العربيات كام اللي عندهم زيرو، يبقى ادي الزيرو. يبقى انا هضرب ال 50 دي في 0.57، يبقى انا ال 50 اسره، انا بحسب من الاول اهو، يبقى ادي ال 50 اسره في ال 0.57 زائد عندي 250 اسره مكونه من فرد واحد وعندهم عربيه واحده. فانا هشوف الفاكتور بتاعي، انا لسه في الهاي دينستي، انا لسه في الجدول بتاع الهاي دينستي. يبقى انا عندي الهاي دينستي يبقى 250، يبقى ال 250 في الفاكتور اللي هو فرد واحد اهو، ادي فرد واحد وعربيه واحده اللي هي دي فيكلز بير هاوس هولد اهو، واحد، يبقى 1.45 زائد معايا الاثنين اللي هم ال 300 اسره مكونه من فرد واحد وعندهم عربيتين. طب فين الفاكتور ده؟ احنا لسه برضه في زون هاي دينستي، انا بدرس زون. تمام. يبقى زائد ال 300 في الفاكتور بتاعها اللي هو فردين، فين الفردين اللي هنا؟ اسف، فين الفرد الواحد اللي هنا؟ اهو. تمام. وعربيتين اللي هي عربيتين او اكتر اهي، يبقى هو ده الفاكتور بتاعي، يبقى 1.82. تمام. زائد 100، يبقى عندي 100 اسره في الفاكتور بتاعها كام؟ فردين او ثلاثة. يبقى انا دخلت في الخانة بتاعت الفردين او ثلاثة، عندهم كم عربية ال 100 اسرة دول؟ عندهم زيرو عربيات، يبقى الفاكتور بتاعي 2.07، يبقى 2.07 زائد وهكذا. هتقعد تضرب الارقام دي، 500 في الرقم بتاعها زائد 250 في الفاكتور بتاعها زائد 100 في الرقم بتاعها وهكذا، لحد ما تطلع كام تريب بير داي من الزون دي. تمام. يبقى دي طريقة الكروس كلاسيفيكيشن، اللي انا كأني بحاول اخلي الطريقة بتاعت التريب ريت اكثر دقة. ازاي؟ كأني بقسم الريت بتاعي الى اجزاء كلاسيفيكيشن، كأني بجيب الافرج ريت او بحسب بالافرج ريت بتاع كل خاصية من الخواص. الدنيا كده وضحت ولا في مشاكل في الطريقة بتاعت الكروس كلاسيفيكيشن؟ هي اكيد يعني بتاخد وقت اكتر شوية من التريب ريت، بس برضو ما زالت اسرع من الريجريشن موديل اللي هو بتقعد تعمل معادلة واي بتساوي ايه اكس بلس بي مش عارف ايه والكلام ده. في اي حد عنده مشاكل في الطريقة بتاعت الكروس كلاسيفيكيشن، او حد مش فاهم ايه الفرق ما بين الطرق دول كلهم اللي هم الجروث فاكتور، الريجريشن موديل، التريب ريت ميثود والكروس كلاسيفيكيشن، حد مش فاهم الفرق ما بين الاربع ميثودز دول؟ هم كلهم في الاخر الهدف منهم حاجة واحدة، ان انا اطلع او اعمل استيميشن او بريدكشن للتريب جنريشن فروم زون معينة، فروم سبيسيفيك زون. بس هو كده عدد الرحلات اللي انا جبتها بتبقى يعني بالعربية بس؟ هتبقى بالايه؟ بالعربية بس؟ لا، ما هياش بالعربية بس طبعا. لا، ده كروس كلاسيفيكيشن تريب ريت للزون عموما، يعني عدد الرحلات في اليوم. هو هنا وجد ان اكتر فاكتورز مؤثرة في عدد الرحلات هم حاجتين، هم عدد الافراد في الاسرة وعدد العربيات اللي بتمتلكها الأسرة. بس ده مش معناه ان عدد الرحلات اللي هيطلع هو عدد رحلات بالعربية، لا، هو عدد رحلات عموما، بس دي الفاكتورز المؤثرة. ممكن في مناطق تانية بقى اكتر حاجة مؤثرة مثلا هو مثلا المتوسط السن مثلا، يعني ممكن يكون دول متقسمين على حسب عدد الافراد والافريج ايج بتاعهم، يعني على حسب بقى. تمام يا باشمهندس، شكرا.
لو هي مثلا منطقة تجارية ما هياش كانت ما كانتش هتتقسم على أساس عدد الأفراد وعدد العربيات، كانت هتتقسم بطريقة تانية خالص، تتقسم على حسب عدد المساحات اللي هو زي الجدول ده، اللي هو زي الجدول ده. يعني ده مش ما بيعتمدش خالص على عدد الأفراد، ده بيقول لك عشان ده منطقة فيها شوبينج سنتر أو مول، يعني معتمد على المساحة التجارية، فساعتها أنا كنت ممكن أقسم المنطقة دي على حسب مثلا المساحات التجارية اللي فيها، والله الزون دي فيها مثلا 15 محل، المحلات دي مساحتهم كذا، وفيها مثلا 50 محل مساحتهم كذا، و2000 محل مساحتهم كذا، فهتتقسم على حسب مساحات المحلات. وساعتها الفاكتورز اللي هنا ما كانتش هتعتمد على عدد الافراد ولا عدد العربيات، كانت هتعتمد مثلا على الاريا بتاعت المحلات مثلا يعني، تمام؟ فكل زون على حسب الخصائص بتاعتها او ايه الفاكتورز المؤثره في التريب جنريشن بتاعتها. تمام يا باشمهندس، شكرا لحضرتك. ماشي. لا طيب في تاني مين عنده اسئله او مين يعني مش فاهم الفرق ما بين الاربع طرق دول، كروس فاكتور ريجريشن موديل تريب ريت كروس كلاسيفيكيشن؟ يظل بعد كل ده نظريا اقوى طريقه هي ريجريشن موديل، او ادق طريقه نظريا، انما عمليا الريجريشن موديل صعب، فاحنا بنحاول نستخدم التريب ريت او نحسن من دقه التريب ريت عن طريق كروس كلاسيفيكيشن. تمام. طيب في حاجه مش واضحه تاني؟ في حد يسأل؟ انا عايز اعرف بس الفرق ما بين التريبليت والكروس كلاسيفيكيشن تاني كده معلش، يعني سريعا معلش. الكروس كلاسيفيك التريبليت هي الطريقه العامه اللي هي انا بدخل اقول مثلا انا عندي منطقه معينه فيها مثلا 1000 نسمه، تمام؟ فانا هقوم رايح في التريبليت دي، رايح للمانيوال بتاعي مثلا انا في القاهره، فهشوف الكود بتاع القاهره اللي هو اصلا لسه اندر بريبريشن، تمام؟ او انا مثلا خلاص هشوف مدينه مشابهه زي مثلا الرياض او اللي هي عاصمه مثلا لبلد، بس طبعا الكلام ده مش هيبقى دقيق يعني هشوف حاجه مشابهه، تمام؟ وهفتح الكود بتاعها، تمام؟ ولما افتح الكود بتاعها هدور في الكود على جدول يكون بيتكلم عن عدد الرحلات كافريج ريت بالنسبه لعدد السكان، فهقعد ادور على الصفحه دي لحد ما الاقي ان هنا هيلاقي صفحه مكتوب فيها مثلا هنا البوبوليشن، وبيقول لي ان الريت ده لكل 1000 نسمه مثلا، تمام؟ فالريت لكل 1000 نسمه ده يبقى انا هشوف عندي كام 1000 نسمه، يكون مثلا عندي 5000 نسمه، يبقى هضرب الريت اللي عندي في الصفحه دي في الخمسه، تمام؟ طلعت رقم، يبقى انا بقول ان تقريبا المنطقه دي اللي فيها 5000 نسمه هينتج عنها كام رحله في اليوم تقريبا، وخلص الموضوع وشكرا، ده كده التريب ريت، تمام؟ اما الكروس كلاسيفيكيشن هو ايه؟ لا، الكروس كلاسيفيكيشن ده انا بزود من دقه التريب ريت. ازاي؟ الجدول او المانيوال ده زي ما في صفحه عامه للبوبوليشن بشكل عام، هتلاقي في صفحه ثانيه للبوبوليشن للمنطقه عاليه الكثافه للاسر المكونه من فردين مثلا، وهتلاقي صفحه ثالثه للمنطقه مثلا منخفضه الكثافه للاسر المكونه من اربع افراد مثلا، وهكذا، يعني هتلاقي صفحه لكل حاجه، تمام؟ فانا لما اجي اعمل كروس كلاسيفيكيشن هعمل ايه؟ مش هقول انا عندي كام نسمه وخلاص، لا، انا هعمل كلاسيفاي لكل زون، كل زون هعمل لها كلاسيفاي، ممكن اعمل بقى كلاسيفاي على حسب الايج، على حسب مستوى الدخل، على حسب عدد العربيات زي هنا اللي بيمتلكوها، على حسب عدد الافراد في الاسره، على حسب ايه؟ كذا حاجه. فانا مش واخد الرقم ده كتوتال على بعضه وضربته في ريت واحد ومع السلامه، لا، انا قسمته لحاجات. ليه؟ عشان اكيد الريت بتاع ال 50 دول مختلف عن الريت بتاع ال 250 دول، مختلف عن الريت بتاع ال 300 دول، تمام؟ فانا ضربت كل واحده في الريت بتاعها، يعني كاني بحسن من دقه التريب ريت، هي دي الكروس كلاسيفيكيشن. تمام يا باشمهندس، تمام، شكرا. ماشي. فهي نفسها يعني الريتس اللي موجوده في الجدول ده كلها هي متجابه من الصفحات دي اللي هي صفحات المانيوال دي، اللي هي دي اللي هو الرقم ده، يعني متجاب من كل صفحه رقم وهو حطهم لك في جدول اللي هو الريت ده اللي هو الرقم ده، تمام؟ على حسب بقى الخصائص بتاع كل واحد. طيب ماشي. كان في حاجه اخيره المفروض هي اتقالت في المحاضره، بس حابب انبه عليها، لان انا لما شفت الكلاس ورك بتاعكم بتاع المحاضره ناس كتيره مجاوبين السؤال ده غلط، يعني
اللي هو بتاع ليه الاكس 3 اكسكلودد، تمام؟ اللي هو ده. دلوقتي لما انا باجي اعمل حاجه زي كده، يعني مثلا جدول زي ده، تمام، جدول زي ده، ليه هنا تم اختيار التو فاريبلز دول تحديدا، اللي هم مثلا عدد الفيكلز بير هاوس هولد وعدد افراد الاسره؟ يعني ليه هنا مثلا مفيش الفاكتور بتاع السن، ولا الفاكتور بتاع الميل والفيميل، والفاكتور بتاع مستوى الدخل مثلا؟ يعني اشمعنى تم اختيار التو فاكتورز دول، اللي هو عدد الفيكلز وعدد افراد الاسره؟ تمام. والسؤال ده ناس كتير سالوهوني السكشن الاولاني خالص لما احنا كنا بنتكلم على الموضوع ده، اللي هو حتى في طريقه الريجريشن، يعني اشمعنى هنا اخترنا عدد السكان؟ يعني ليه ما اخترناش مثلا عدد الاطفال؟ ليه ما اخترناش مثلا عدد العربيات؟ ليه ما اخترناش يعني كده، فاهمني؟ ليه اخترنا الفاكتور ده تحديدا؟ يعني اشمعنى الاكس دي تحديدا؟ تمام. هو الموضوع ده بيبقى وراه قصه، يعني هو ده سؤال جيفن بالنسبه لك، فانت خلاص بتتعامل مع السؤال. انما في الحقيقه هو الموضوع ما بيبقاش كده. هو الموضوع في الحقيقه انت بيبقى عندك اكسات كتيره جدا، يعني بيبقى عندك اكس بتاعت الايج، واكس بتاعت الانكم، واكس بتاعت عدد الطلاب، واكس بتاعت عدد الموظفين، واكس بتاعت عدد الرجاله وعدد الستات وعدد العربيات. اكسات بالهبل، يعني عندك ممكن 100 اكس، تمام. وعندك واي واحده اللي هي التريب جنريشن اللي انت بتدور عليها اصلا. فالفكره ان انت بتحدد الاكسات بتاعتك على اساس ايه؟ هو ده اللي كان السؤال هنا، اللي هو هنا انا عندي هنا كذا اكس همت، وعندي الواي بتاعتي اللي هي عدد الرحلات اللي هو الديبندنت فاريبل، وعندي كذا اندبندنت فاريبل، تمام. فانا بختار انهي اكس على اساس ايه؟ يعني هاخد اكس 1 بس، ولا هاخد اكس 1 مع اكس 3، ولا هاخد اكس 4 مع اكس 2، ولا هاخد مين بالظبط؟ يعني انهي اكسات هستخدمهم، تمام. فهو ده السؤال اللي دايما بيطرح نفسه. فده بيبقى على اساس الكوريليشن، الكوريليشن ما بين الفاريبل. الكوريليشن دي بتتحسب من المعادله دي اللي هي الاكس ماينس الاكس بار في السيجما طبعا بتاعتهم في واي ماينس الواي بار على روت اكس ماينس اكس بار سكوير في السيجما الواي ماينس الواي بار سكوير. الكلام ده بيتعمل بقى مع مين؟ بيتعمل مره مع الاكس 1، ومره بيتعمل مع الاكس 2، ومره بيتعمل مع الاكس 3. يعني بتقعد تعمل الكلام ده مع كل اكس، والواي عندك هي ثابته اصلا، يعني الواي هي واحده في الاخر، لان هي واي واحده اللي هي ايه؟ عدد الرحلات. بس انت عندك اكس 1 فتعمل لها وتطلع الكوريليشن بتاعها مع الواي والاكس 2. وبعد كده تعمل ايه بقى تاني؟ تعمل الكوريليشن ما بين اكس 1 واكس 2، والكوريليشن ما بين اكس 2 واكس 3، والكوريليشن ما بين اكس 3 واكس 4، بعد كده الاكس 1 مع الاكس 4، وهكذا. يطلع في الاخر عندك جدول زي ده اللي هو الكوريليشن ما بين كل الفاريبل. طبعا الفاريبل مع نفسه هو 100%، تمام. يعني اكس 1 مع نفسها 100% لان هي نفسها، والاكس 2 مع نفسها 100%، وهكذا. انما في كوريليشن ما بين كل فاريبل والتاني، تمام. طبعا الكوريليشن بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن، او بالعربي يعني كوريليشن يعني مدى الارتباط او قوه الارتباط، تمام. يعني حاجه بتعتمد على حاجه ولا لا. طيب طبعا بيبقى متوقع ان في كوريليشن عالي ما بين حاجات وحاجات تانية لا، بس احنا في الاخر بنحتكم للارقام يعني، تمام. يعني مثلا انا اكيد متوقع ان عدد العربيات المملوكة في الاسرة مرتبط بقوة جدا مع مستوى الدخل بتاع الاسرة. يعني كل ما مستوى الدخل بيزيد، كل ما عدد العربيات اللي بتمتلكها الاسرة دي بيزيد. فمتوقع جدا ان مثلا لو عندي X1 هي عدد العربيات اللي بتمتلكها الاسرة، وX مثلا هو هنا مش موجود يعني حاجة بالبوزيتيف، او ماشي هنا مش موجود حاجه بالبوزيتيف للاسف. المهم يعني تخيل دي بوزيتيف يعني، تمام. تخيل مثلا الرقم ده بوزيتيف، فانت مثلا الاكس 3 هو مستوى الدخل والاكس 1 هو عدد العربيات، هتلاقي في كورليشن قوي ما بينهم جدا 0.9، تمام. يعني 0.9 معناه ان في كورليشن قوي جدا ما بين الاكس 1 اللي هي عدد العربيات اللي تمتلكها الاسره والاكس 3 اللي هو متوسط الدخل. وبالبوزيتيف معناه ان كل ده بيزيد ده بيزيد، وكل ده ما بيقل ده بيقل، فده ارتباط قوي. عندي مثلا هنا العكس، اكس 1 واكس 3 في كورليشن ما بينهم قوي برضو، لان دي 0.9 بس عكسي، تمام. يعني في هنا كورليشن قوي ما بين اكس 1 واكس 3 بس بشكل عكسي. يعني ايه؟ يعني كل ما الاكس 3 بتزيد الاكس 1 بتقل، او كل ما اكس 1 بتزيد الاكس 3 بتقل، تمام.
بس بقيمه كبيره، يعني بارتباط قوي، يعني في ارتباط قوي ما بين الاثنين دول، ما بين اكس 1 واكس 3. العكس موجود هنا ما بين اكس 1 واكس 2، يعني معناها اكس 1 مش معتمده على اكس 2 بغض النظر عن الاشاره، المهم ان الرقم ده قليل يعني بعيد عن الواحد، تمام؟ فالرقم ده لما يكون قليل معناها ان الارتباط ما بين اكس 1 واكس 2 ضعيف، تمام؟ طيب انا بدور على انهي فاريبل، يعني نرجع للسؤال اللي احنا بقى سالناه في الاول. انا هنا الواي بتاعتي اللي هي دي، اللي هي عدد الرحلات اللي انا بدور عليه، ليه اخترت له اكس 1 اللي هي الكار اونرشيب واخترت له اكس 2 اللي هو عدد الافراد في الاسره؟ او انا بختار الاكس 1 واكس 2 واكس 3 اللي انا هستخدمهم دول على اساس ايه؟ على اساس الكورليشن ده، على اساس ان يكون عندي كورليشن قوي ما بين الاكس والواي، وفي نفس الوقت لو اخترت اكس تانية تكون ليها ارتباط قوي مع الواي بس ارتباط ضعيف مع الاكس الاولانيه اللي انا اخترتها. ليه بقى؟ عشان ما يكونش عندي داتا متكرره، يعني ما يكونش عندي اتنين فاريبلز معتمدين على بعض، لان في الاخر انا عندي الاكسات دي اسمها اندبندنت فاريبلز، يعني اكسات او فاريبلز مش بيعتمدوا على بعض بس مؤثرين في الواي اللي هي الناتج بتاعي اللي هو التريب جنريشن. فانا عندي هنا السؤال اللي كان بيساله واي اكس 3 از اكسكلودد، يعني انا هنا اخترت الاكس 2. ليه اخترت الاكس 2؟ اخترت الاكس 2 لان هي ليها اعلى كورليشن مع الواي، تمام؟ فانا اخترت الاكس 2 اهو، تمام؟ يبقى انا اول حاجه باجي افكر فيها مين احسن فاريبل في الاكسات دي مع الواي بتاعتي اللي هي عدد التريبس. لقيت ان ده 0.6 وده 0.9 وده نيجاتيف 0.8 وده 0.5 بغض النظر عن الاشاره، تمام؟ فاعلى رقم فيهم هو 0.9 بغض النظر عن الاشاره. فاكس 2 هو اكتر فاريبل مرتبط بالواي، يبقى هو ده اكتر فاريبل مؤثر في الواي اللي هو مثلا ممكن يطلع عدد السكان مثلا، تمام؟ فانا كده اخترت الاكس 2. طيب افرض انا لا عايز ازود فاريبل كمان، يعني زي المساله اللي احنا كنا بنتكلم فيها من دقيقتين اللي هي دي، لا انا عايز كمان غير مثلا عدد الافراد اطلع كمان فاريبل تاني. طب ايه هو الفاريبل تاني؟ هو هو عدد العربيات ولا هو عدد الستودنتس ولا مين بالظبط ولا مستوى الدخل ولا مين؟ فانا هدور على الاكس الثانيه يكون ليها ارتباط قوي مع الواي برضو، بس بشرط تكون ارتباطها مع الاكس 2 ان انا لسه مختارها من شويه دي يكون ارتباط ضعيف عشان ما يكونش عندي فاريبل مكرر، تمام؟ فانا اخترت هنا الاكس 1. ليه اخترت الاكس 1؟ اخترت الاكس 1 عشان لو انا جيت بصيت على الاكس 1 هلاقي ان الارتباط بتاعها مع الواي قوي. طب حد هيقول لي ما انت عندك الاكس 3، وهو ده السؤال اللي كان الدكتور بيساله، ما الاكس 3 الارتباط بتاعها مع الواي اقوى من الاكس 1، ليه استبعدتها وخدت الاكس 1؟ هو ده السؤال. ليه بقى؟ لان الاكس 2 اللي انا اخترتها في الاول اللي هو الفاريبل الاولاني اللي اخترته في الاول هو الاكس 2 ده، لما تيجي تبص عليه وتيجي تبص على الاكس 3 اللي انت كنت هتختارها هتلاقي ان علاقه الاكس 3 بالاكس 2 اللي هي دي ارتباط قوي، يعني اعلى من النص، تمام؟ بغض النظر عن الاشاره الاكس 3 اللي انت جيت تختارها على الرغم ان هي مرتبطه قويا مع الواي ارتباطها قوي برضو مع الاكس 2 اللي انت مختارها، ودي حاجه مش كويسه لان انت كده عندك داتا مكرره، تمام؟ يعني من الاخر بالبلدي كان اصلا ضمنيا اكس 2 اللي انت اخترتها في الاول بتعبر عن اكس 3، فانت مش محتاج اكس 3 في حاجه، تمام؟ فساعتها كده الاكس 3 تم استبعادها. الناس بقى كانت كاتبه يعني اجابات، في ناس كتيره، في ناس طبعا كانوا كاتبين اجابات صح بس في ناس كتيره كاتبين اجابه مش مظبوطه، يعني اللي هو اجابات مش مظبوطه. فلا هو السبب في استبعاد اكس 3 عن الموديل بتاعي ده على الرغم من ارتباطها القوي بالواي ان هي ارتباطها قوي بالفاريبل الاولاني اللي انا اخترته اللي هو الاكس 2 اللي هو كان ليه اعلى كورليشن مع الواي اللي هو اكس 3 مع الاكس 2 رقم كبير. فنطيت وشفت الفاريبل اللي بعده 0.6 اللي هو مع الاكس 1، وبعد كده ارتباطه مع الاكس 2 ضعيف، يبقى فعلا الاكس 1 ما هوش مكرر، يعني الاكس 2 ملوش علاقه بالاكس 1، الارتباط ما بينهم ضعيف. فساعتها انا خدت فاريبل اكس 2 واكس 1 ما فيش ارتباط قوي ما بينهم بس هما الاثنين مرتبطين مع الواي بقوه. طب لو انا حبيت ازود فاريبل ثالث بنفس الطريقه هشوف فاريبل ثالث هنا مثلا هبص على الاكس 4 هلاقيها مرتبطه، هي ارتباطها ما هوش قوي قوي ولا هو ضعيف قوي مع الواي، بس لما تيجي تبص على ارتباطها مع الاكس 2
وكمان مع الاكس واحد، ما انت خلي بالك انت دلوقتي معاك تو فاريبلز اكس 2 واكس 1، لازم الاكس 4 دي عشان تختارها لازم تكون مرتبطه بضعف او مش مرتبطه اصلا بالاكس 1 والاكس 2. فانت لازم تبص هل الاكس 4 مرتبطه مع الاكس 2 بقوه، يعني نسبيا بس مش قوي، اقل من النص. نفس الكلام مع الاكس 1، لو جيت تبص على الاكس 4 مع الاكس 1 هتلاقي الارتباط بينهم ضعيف، فساعتها هم دول احسن 3 فاريبلز. تمام. طيب طبعا في حد انا متاكد هيجي يسالني، طب يعني انهي افضل برضو، اختار فاريبل واحد ولا تو فاريبل ولا ثري فاريبل؟ ده بيتعمل ببرامج statistics. انت في الاخر بالطريقه المانيوال بتاعتك في الاخر بتلاقي نفسك بتتعامل، لو هي طريقه ريجريشن بتتعامل مع فاريبل واحد بس، لان الموضوع لو زاد عن فاريبل حساباته هتبقى صعبه، يعني مانيوال محتاج برامج. تمام. ولكن في برامج هي اللي بتحسب لك، يعني بتقول انت بتقول للبرنامج والله لو انا هستخدم الفاريبل ده مع الواي هتطلع النتائج فيها ايرور قد ايه، طب لو استخدمت الاكس 2 والاكس 1 مع الفاريبل ده النتائج هل هتكون افضل ولا اسوأ، طب لو انا استخدمت الثري فاريبل، وساعتها انت بتطلع بنتيجه ايه احسن موديل عندك، هل استخدم الاكس 2 بس واسكت، ولا استخدم اكس 2 مع اكس 1، ولا استخدم اكس 2 واكس 1 واكس 4. بس المهم ان انت تبقى باللوجيك كده بتاعك عارف ان انت اكيد مش هتستخدم اكس 2 مع اكس 3 لان الارتباط ما بينهم قوي، فما ينفعش استخدم الاكس 2 مع الاكس 3 بس. فده كان نقطه مهمه ان انت ازاي تحدد الفاريبلز بتاعتك او بيتم اختيار الفاريبلز على اي اساس. يبقى كملخص سريع، انت الفاريبلز اللي بتختارهم بتختارهم اول حاجه ان هم يكون ارتباطهم قوي مع الديبندنت فاريبل هو الواي، تاني حاجه لو انت هتزود فاريبل فوق اول فاريبل يبقى لازم الفاريبل الثاني او الثالث او كده يكون ارتباطه ضعيف مع الفاريبلز اللي انت اخترتها قبليه. في اي حد كده عنده اي نقطه مش واضحه او في حاجه صعبه مش مفهومه؟ لا تمام كده يا باشمهندس. طيب دلوقتي في الساعة 11:30 لما الناس تدخل على LMS خلينا كده مع بعض. قبل معلش موضوع الكلاس ورك والLMS، في المسألة في الترافيك في الجزء بتاع الترافيك اللي هي بتاعت السبوت سبيدز اللي هي الجدول بقى الكبير اللي بتحسب فيه ستاندرد ديفيشن وترسم كيرفات وكده، المفروض شرحت لكم في المحاضرة دي، في فيديو ان شاء الله هبعت يعني هبعته لكم باذن الله بكره او بعد بكره بالكتير بخصوص المساله دي، يعني حل مساله بالارقام زي اللي في السلايد يعني، او شرح شرح المساله دي مره تانية. يعني هي مساله سيستماتيك ما فيهاش اي فكره، هي مجرد خطوات يعني معروفه بتتعمل لحد ما ترسم الكيرفات بتاعتك. يعني ان شاء الله هبعت لكم الفيديو بتاعها كتسجيل يعني، وهي كده كده المفروض شرحت لكم في المحاضرة وعندكم في السلايدز المسألة دي محلولة، يعني في مسألة محلولة في السلايدز بالأرقام يعني، بس هبعت لكم فيديو ليها برضو بكرة أو بعد بكرة إن شاء الله بكرة. طيب بالنسبة للكلاس ورك بتاعنا، أنت المفروض هتدخل على الـ LMS، الكلاس ورك هيبدأ الساعة 11 يعني هيتفتح الساعة 11:30 وهيتقفل الساعة 1:30، ولكن من ساعة ما انت هتدخل تحل معاك 40 دقيقة. طبعا انا زي ما قلت لك الموضوع هتلاقيه يعني مش مستاهل اكتر من 10 دقايق، بس هو يعني من ساعة ما انت تبدأ هتلاقي فيه 40 دقيقة بتعد. وكمان بعد ما تخلص الحل لو عايز تحله مرة تانية هتحله عادي، يعني انت ممكن تحله مرتين مش مشكلة يعني. تمام. والدرجة بتاعته بتظهر في الاخر، الغرض منه ده مش كويز ولا حاجة، ده مجرد كلاس ورك لمجرد يعني قياس درجه الفهم بتاعتك، يعني درجه فهم ان انت او المساله، انت هتلاقي مساله على الكروس كلاسيفيكيشن، يعني هتلاقي مساله زي دي بالظبط يعني يمكن بس باختلاف ارقام بسيطه عن الكروس كلاسيفيكيشن، مطلوب فيها زون واحده بس تحسب التريب جنريشن بتاعها، وهتلاقي مساله اللي احنا زي شبه جدا اللي في السلايد اللي هي دي اللي هي بتاعت تطلع عدد الستودنتس، وهتلاقي حتى الجدول ده محطوط في الكلاس ورك، لو انت مش عارف السلايد ده هتلاقي الجدول بتاع التي ده محطوط. تمام. وهتلاقي سؤال ثالث نظري عن الجزء ده اللي هو يعني امتى استخدم الريفيلد بريفرنس سيرفي وامتى استخدم الستيت بريفرنس سيرفي. الكويز هتلاقيه على الـ LMS.
اللي هي بس نفتح كده يعني انت معاك مثلا ربع ساعه. الناس هتدخل هنا واحده فهتلاقي في سيكشن 10 و12 الناس هتدخل تحل الكلاس ورك ده، تمام؟ اللي هو الاونلاين كلاس ورك بتاع سيكشن 10 و12 اللي هو التاريخ 19/4 اللي هو النهارده يعني، وده مفتوح لحد الساعه 1:30. طبعا انت لو دخلت عليه دلوقتي هتلاقي ان هو لسه هيتفتح الساعه 11:30 يعني، فاضل تقريبا ربع ساعه وهتلاقيه اتفتح ومعاك 40 دقيقه وليك ان انت تحله مرتين براحتك يعني، تمام؟ طيب في اي حد عنده اي اسئله او اي استفسارات بخصوص اي حاجه؟ الناس نامت لا يا باشمهندس، هي تمام يا باشمهندس. معلش، هي هتبقى كام سؤال المفروض؟ ما انا بقول لك هما مسالتين، مساله على الكروس كلاسيفيكيشن ومساله على اللي هو العدد بتاع السيدنس ده اللي في السلايد دي اللي هي دي. هيبقى عندك ارقام زي دي كده وتحسب لها المين، هتلاقيني مدي لك حتى الستاندرد ديفيشن، فانت بقيمه التي وكده هتجرب وتشوف الان انت محتاج كام عدد من الستودنتس بالقانون ده بس كده يعني، تمام؟ والمساله الثانيه اللي هي بتاعت الكروس كلاسيفيكيشن اللي هي زي دي، اللي هي زي اللي احنا عملناها من شويه، اللي هو هتضرب كل رقم في الريت بتاعه على حسب بقى الزون اللي عندك اللي انا سالك عليها والجدول ده هيكون برضو موجود، بس الجدول مش في الاساينمنت، اللي في الكويز يعني او في الكلاس ورك يعني، اللي هو تطلع عدد التريبس بير دي اللي هي طريقه الكروس كلاسيفيكيشن. السؤال الثالث ده مالتيبل تشويس يعني حاجه بس نظري، اللي هو الفرق ما بين اللي هو الاس بي اس اللي هو الستيت بريفرنس سيرفي والار بي اس اللي هو الريفيلد بريفرنس سيرفي، يعني بس بيسالك لو انت عندك كارنت مود هتستخدم مين، لو انت عندك مثلا نيو بروبوزد مود هتستخدم مين، مش اكتر يعني. طيب باشمهندس معلش، كان في حاجه وقعت مني بس على الكالكوليتر، بعد ما بدخل الفاريبلز بدوس على ايه عشان اجيب المين بسرعه؟ عشان طب ثانيه واحده. انت دلوقتي عملتي مود 3-1 ودخلتي الاكسات اللي عندك، تمام؟ بعد ما خلصتي ودوستي على زرار الاي سي اللي هو يعني يجي الزيرو تاني، هتدوسي شيفت 1 اللي هو مكتوب فوقيه على الكالكوليتر ستات كده، تمام؟ هتلاقي ظهر لك تايب وداتا وسام وفار ومش عارف ايه، فانت هتختاري فار اللي هي رقم 4، تمام؟ تمام. او على حسب الكالكوليتر اللي عندك يمكن يكون رقم مختلف، بس هو لو الكالكوليتر اللي هو 991 يعني هتبقى رقم 4 اللي هي فار يعني، تمام؟ وجوه الفار ده هتلاقي فيه الاكس بار اللي هي رقم 2 اللي هي المتوسط، ورقم 3 اللي هو الستاندرد ديفيشن. تمام، شكرا جدا يا باشمهندس. طب في اي مشاكل في الاساينمنت الاثنين اساينمنتس بتوع المره اللي فاتت بتوع الترافيك؟ انا لما بدخل على ال ام اس بلاقي ان الدفعه كلها يعني لسه لغايه دلوقتي ما سلمش الاساينمنت غير حاجه 20 واحد يعني، في اي حد حل كده ووقف معاه اي حاجه او في مشاكل الناس لسه ما شافتش الاساينمنت؟ هو فينا احنا شغالين اسمه يا باشمهندس، بس هو عامه يعني الدفعه عندنا بنحب نسلم متاخر مش بنسلم بدري. ماشي. طيب يعني في اي مشاكل في التو اساينمنتس او اي اسئله؟ هو المره اللي فاتت لما كنت جربت سؤالين كان كويس. تمام. طيب في اي حد عنده اي اسئله في التو اساينمنتس بتوع 1 و 2 بتوع الترافيك اللي احنا المفروض غطيناهم السكشن اللي فات؟ الدنيا صحرا خالص. طيب عموما يعني لو حد عنده اي اسئله فيهم يعني او لسه ما بداش يحل، وهو المفروض الديو ديت بتاع التسليم تقريبا يوم الاربعاء، مش فاكر يا الثلاثاء يا الاربعاء او الخميس مش بعد كده يعني، فلو في الفتره دي اي حد عنده اي اسئله فيهم يبعت لي يعني، مفيش مشاكل. لو حد عايز يسال دلوقتي ماشي، لو ما حدش عنده اسئله
كده بقى احنا خلصنا النهارده، فاضل بس الكلاس ورك. بس يا ريت الناس يعني تدخل قبل الساعه 1 عشان تنجز الكلاس ورك ده. وبالنسبه للاساينمنتس، سواء الاساينمنت الجديد بتاع الترانسبورتيشن اللي هو نزل، هتلاقي برضه على الام اس في مفروض اساينمنت بتاع الترانسبورتيشن المفروض يتسلم، بس لسه الديو ديت بتاعه شويه. وفي 2 اساينمنت بتاع الترافيك، لو حد عنده اي اسئله في يوم يبعت لي في اي وقت، يعني مش لازم حتى تستنى لغايه السكشن الجاي تفضل تسال. يعني انت معاك الايميل لو عايز تسال، لو عايز تبعت على التيم ماشي برضه. معلش باشمهندس، يعني احنا كده اللي علينا بس تسليم الاثنين بتوع الترانسبورتيشن يوم الاربعاء يوم الخميس، ما عندناش تسليم ترافيك. انت ادخل على ال ام اس بقى وشوف التواريخ. اصلا على ال ام على ال ام اس مديني ان هو علينا تسليم ترافيك يوم الجمعه. ثانيه واحده. طيب هو في 3 اساينمنت، في 2 ترافيك و1 ترانسبورتيشن. ال الترافيك اخره يوم الخميس 22 ابريل الساعه 12، تمام؟ فخلي بالك الساعه 12 دي يعني يوم الاربع بالليل الساعه 12، خد بالك يعني، تمام؟ ونفس الكلام في الاساينمنت الثاني، يعني التو اساينمنتس بتوع الترافيك هتلاقي مكتوب عليهم ديو ديت ثيرزداي 22 ابريل 12 اي ام. 12 اي ام دي اللي هي اول دقيقه في يوم الخميس يعني، تمام؟ اللي هو يوم الاربع الساعه 12 بالليل، يعني يوم الاربع لما يخلص. بالنسبه للترانسبورتيشن يوم الجمعه، اللي هو اول دقيقه يوم الجمعه، يعني اللي هو يوم الخميس الساعه 12 بالليل، ده الترانسبورتيشن. طب باشمهندس، هو تقريبا 90% من الناس كانت عامله يعني عامله حسابها كده ان ده يعني كل واحد يوم اتشفت يوم، يعني ان هو يعني لو انت عندك مشكله في الديو ديتس دي، فانا يعني انا مش انا اللي حاطط الحاجات دي والله، يعني هو الدكتور هو اللي بيحط الاساينمنت وهو اللي بيحط الميعاد بتاع تسليمه. فلو في اي حاجه ابعت للدكتور وقول له، يعني قول له مثلا احنا عايزين يوم زياده، يومين زياده، اي حاجه من الحاجات. لا احنا الفكره كلها ان احنا كنا لما دخلنا كان مكتوب يعني خميس وجمعه، حتى انا قلت حاجه خميس وجمعه، بس هو فعلا مكتوب كده، بس حضرتك قلت دي اول دقيقه في يوم الجمعة. ماشي ما. واول دقيقه في يوم الجمعه، فده بيسبب يعني ما انا بقول لك، يعني خد بالك ان بيبقى الساعه كمان مكتوبه يعني. بس طبعا لو حد متاخر ساعه ولا ساعتين يعني ما بنقصوش على الليت يعني بس يعني خد بالك النقطه دي، لو انتوا مزنوقين في وقت معين فهو الدكتور للاسف هو اللي بيحط الديو ديت يعني، فانت تواصل معاه لو في مشكله في الديو ديت ده. خلاص ماشي، شكرا كده يا باشمهندس، شكرا جدا. طيب تمام، ان شاء الله يعني 6-7 دقايق كده هتلاقي الكلاس ورك. الناس يا ريت ما تنساش الكلاس ورك، هو مش هياخد وقت معاكم ان شاء الله، وحاجات سهله يعني المسالتين اصلا في زيهم بالظبط في السلايدز يعني. وزي ما قلت لكم ان شاء الله يعني على بعد بكره بكتير باذن الله في فيديو هيوصل لكم مجرد اعاده لشرح المساله بتاعه السبوت سبيدز بتاعه الترافيك يعني. ماشي، اراكم على خير ان شاء الله. ما اعرفش الاسبوع الجاي السكشن هتكمل اونلاين ولا في الكليه، لان لسه دكتور احمد هو اللي هيكمل معاكم، فهو اللي هيحدد النظام هل هيكمل سواء محاضرات او سكشن اونلاين ولا في الكليه. فان شاء الله هبلغكم برضو على نهاية الأسبوع ده، يعني بالنسبة للأسبوع الجاي الدنيا هتمشي ازاي. ماشي، شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا يا باشمهندس.